وأتوجه بسؤال لضيفي في الاستوديو سيد هشام الفار، رئيس تنفيذي لشركة كولدويل بانكر الإمارات. هشام، بآسيا برأيك نحن مقبلون بالفعل على فقاعة قد تنفجر في مجال العقار، أم برأيك أنه الإجراءات التي تتخذها الحكومات هناك وعلى رأسها الصين يمكن أن تحول دون ذلك؟ هي الإجراءات اللي بتاخدها الحكومات في آسيا وبالأخص الصين ممكن تحاول تقلل شوية من وجود تأثير فقاعة على مستوى العقار، تمنعها خالص ما نقدرش، نقدر نجزم إن حد ممكن يمنع الفقاعة من إنها تحصل ولا لا. لكن اللي احنا نقدر نقول إن الحكومة بدأت من سنتين تأخذ إجراءات، من ضمنها إن هي بتزود الاحتياطي النقدي لدى البنوك على الودايع، بدأت تحط إجراءات أكثر تشددا على مستوى الرهن العقاري عشان تقلل شوية من مستوى الائتمان للعقارات. بدأت تاخد إجراءات من يعني مضمونها إن هي تبدأ تقلل الاستثمار في العقار شوية عشان لو حصل في المستقبل إن حصل هبوط في الأسعار ما يبقاش فقاعة قوية وهبوط في الأسعار شديد. هل هذا هو ما نسمع عنه دائما مصطلح soft landing؟ نوعا ما، يعني هم بيحاولوا ان لو الاسعار بدات تنزل في السوق العقاري في دول شرق اسيا والصين ان هي تبقى نزول تدريجي، ما يبقاش نزول مره واحده زي ما حصل في الدول في اوروبا الفتره اللي فاتت، فيبدا يحصل افلاس شركات العقار ويبدا موضوع بقى المزادات على العقارات والرهن العقاري ويحصل البابل بتاعت اللي كانت موجوده في امريكا وفي اوروبا. طيب سيد هشام، الى اي مدى موضوع تكون فقاعه وانفجارها له علاقه بنوعيه الطلب ايضا الذي يحرك الاسواق؟ طبعا هو نوعيه الطلب هو المحدد الاساسي لو كان في فقاعه او ما فيش فقاعه، لان دايما الفقاعه بتبقى موجوده بسبب في وجود استثمار ومضاربه غير حقيقيه على العقار. يعني ناس بتشتري عقار مش للاستخدام الشخصي او الاستثمار طويل الاجل، لا هي بتشتري النهارده عشان تبيع في خلال فتره 6 شهور سنه او سنتين. ده ممكن يبقى موجود شويه في دول صغيره في شرق اسيا. بالنسبه للصين، احنا عشان عدد السكان في الصين في حوالي 1.3 مليار، في نمو كبير قوي في سكان الصين، في نمو في الاقتصاد بتاع الصين، فما نتوقعش ان يبقى نسبه السبيكيليشنز او نسبه المضاربه في العقارات اللي موجوده في الصين بنفس النسب اللي كانت موجوده في اوروبا. هشام ابقى معي. وفي مقابل اعتماد عدد من الدول مبدا تعزيز العرض من الوحدات السكنيه، فان بريطانيا ترزح تحت وطأة شح في البناء الجديد. وبحسب الاتحاد الوطني للاسكان فان عدد المنازل الجديده التي تدخل السوق اليوم اقل مما كان يجري بناؤه عام 1920. من لندن، ديار العمري يستطلع احوال العقار في هذا الطريق. هشام، مجددا، اليوم دول أوروبا تواجه أزمة الديون السيادية، لكن يبدو بأنه تفاعل أسواقها العقارية مع الأزمات مختلف. كيف يعني تختلف بشكل عام ديناميات هذه الأسواق؟ احنا عندنا أسواق في أوروبا مميزة جدا. احنا بنيجي نتكلم على مدينتين بظروف خاصة اللي هم لندن وباريس، دول مدينتين نقدر نقول ان هم مدينتين عالميتين ليس لهم علاقه باوروبا واللي بيحصل بالاقتصاد بتاع اوروبا، لان هم مقصد للمستثمرين العقاريين من كل انحاء العالم. لندن وباريس الاسعار فيهم زادت الفتره اللي فاتت حوالي من 10 ل 20% او 25% زي ما الريبورت بيقول السنه اللي فاتت. بنتكلم على مناطق محدده فيهم كمان، بنتكلم على زي ما قال تير 1 وتير 2 اللي هو اولموست المناطق المميزه او وسط البلد اللي موجوده فيهم. المستثمرين من الصين، من الهند، من الشرق الاوسط، من امريكا، من روسيا بيتوجهوا للشراء هناك، وعدد العقارات هناك مش كبير قوي ومحدود شويه، فبتبدا الاسعار هناك تزيد مقارنه بالدول الثانيه زي المانيا وبلجيكا ودول ما فيهاش اقبال من مستثمرين خارجيين في الفتره اللي فاتت. وهل تعتقد بانه يمكن انه الارتفاع في مستويات الاسعار ان يبعد الطلب، ام انه ليس هناك الكثير من الملذات في هذه المرحله امام الاموال؟ لا، هو في حد معين بيوصل ليه الاسعار بيبدا يقل الطلب طبعا، يعني هو الناس بتبدا المستثمرين بيبداوا يشتروا، واول ما بدا الاسعار تزيد لمرحله معينه بيبدا في قلق شويه، لان حتى بيبقى حاسس ان هو ممكن يحصل تعديل في الاسعار او بيبقى العائد على الاستثمار غير مجدي، لان هو المستثمر لما بيقوم بالشراء بيبقى بيبحث عن 3% 2% 4% بالذات في الدول زي اوروبا او زي انجلترا وفرنسا. لما الاستثمار يبدا يقل خالص يبقى 1.5 او 1
بيبقى مش مغرية للشراء. ابقى معي سيد هشام مشاهدينا بعد الفاصل. القطاع العقاري المصري إلى أين؟ لا تذهبوا بعد. أعود إليك هشام، يعني عندما نتحدث عن تراجعات حادة على مستوى البيع والشراء، في نفس الوقت نتحدث عن تماسك بالأسعار، ماذا يقول لنا هذا الأمر؟ هو الأمر بيقول لنا أن في تراجع في المبيعات بسبب أن في مصر فيها حالة ثورة في الوقت الحالي، في عدم تيقن من المستثمرين للظروف السياسية والاقتصادية في مصر الفترة الجاية، في تخوف من المشترين من بعض الشركات اللي ارتبطت بشوية قضايا تشغل الرأي العام في الوقت في مصر، فالناس متخوفة شوية من الشراء في الشركات دي، ودي تعتبر من أكبر الشركات وهي أكبر شركات تملك مخزون عقاري، وهي كانت هي اللي بتتحكم في سوق العقاري في الفترة اللي فاتت. لازال موضوع بالم هيلز في ينظر في المحاكم في هذه المرحلة. القضية بتاعت بالم هيلز هم خدوا براءة في الجلسة اللي فاتت والنيابة استأنفت، فاحنا مش عارفين لسه الموضوع فين ونهايته ايه، وهل هي موضوع الأرض اللي هم بيتكلموا عليها ولا في أراضي تانية. نعم. نفس الموضوع برضو على شركة طلعت مصطفى مدينتي، واحنا بنتكلم على 32 مليون متر، أكبر مشروع إسكاني في الشرق الأوسط كله تقريبا. فده بالنسبة لأحجام الناس على الشراء في الوقت الحالي شوية. الناس في ناس متوقعة أن الأسعار تنزل مثلا، فتقول استنى شوية مش هشتري دلوقتي، لكن الأسعار ما نزلتش لأن الأسعار في مصر ما كانتش وصلت لحدود مغالة فيها. السوق في مصر سوق مش مضاربة، يعني معظم المشترين مش مضاربين. نسبة الرهن العقاري ما تزيدش عن 2-3% 4%. فنزول اسعار، في احتماليه نزول اسعار ضئيله جدا في مصر، لان حتى الكوست او التكاليف البناء يعني ما بالعكس بتزيد في مصر الفتره اللي فاتت. طيب وكيف تنظرون الى موضوع الاقراض المصرفي في هذه المرحله في مصر؟ الاقراض المصرفي او بالنسبه للعقارات؟ نعم. هو الاقراض المصرفي بالنسبه للعقارات كان محدود جدا. صحيح. الفتره اللي فاتت، يعني بنتكلم على اخر 5 سنين او 7 سنين هم بداوا قانون الرهن العقاري، وزي ما قلت لحضرتك هو ما يمثلش اكتر من 2-3% من السوق، وما حصلش فيه اي تغيير. يعني هي نفس الشروط كانت من اول ما نزلت كانت شديده شويه، مش اي حد يقدر ياخد رهن عقاري، الفايده كانت عاليه شويه، فما كانتش مشجعه للناس انها تستخدم الرهن العقاري، ولغايه دلوقتي الناس مش مشجعه. يعني برايكم الموضوع على مستوى الاساسيات غير مقلق، الموضوع مساله وقت وحسم لبعض الاطر القانونيه؟ طبعا الناس عايزه تحس اول حاجه باستقرار سياسي، في نظام مشي وفي نظام ما جاش، يعني مصر بلا نظام سياسي حكومه في الوقت الحالي. من نقطة تانية عايزة تتأكد من زي ما قلت حضرتك المطورين، مين المطور اللي هيقدر يسلم المشاريع بتاعته ومين اللي مش هيقدر يسلم المشاريع بتاعته. زائد ان مصر معظم الطلب طلب محلي، احنا بنتكلم على 85 مليون نسبة الزيادة السكانية عالية جدا، فبنتكلم ان الطلب محلي، يعني حتى الأجانب احجامه شوية عن الشرف شرم الشيخ او العرب احجامه شوية. طب اذا اعتمدت الانتقائية هل يمكن ان يكون هذا الوقت وقت مناسب للشراء في مصر؟ هو على طول وقت الخوف او البانيك ما يبقى موجود هو ده وقت الشراء، يعني هو دايما المستثمر الشاطر هو بيشتري وقت ما يكون، لانما اما السوق يبقى مستقر، هو الاسعار بتبقى مستقره والاسعار زادت، لكن هو الوقت تشتري دايما. فحتى الفتره اللي فاتت ممكن مستثمرين بيشتروا مشاريع، فرصه جيده جدا للشراء صراحه. هشام الفار رئيس تنفيذي لشركه كولدويل بانكر الامارات، شكرا جزيلا لحضورك. شكراً معي. شكرا.